السلام عليكم، رجعت لكم في انطباع ون بيس 673. خلونا نبدا. بعد الحلقة اللي فاتت والعصبية اللي جاتني فيها على يوسيلاندو، بدأت الحلقة هذه بومضات ولمحات من الحلقة اللي فاتت. شفنا ديامانتي وهو يكلم ريبيكا في الحلبة ويقول لها انها تاي سام بكى كالطفل الرضيع. الحين لما تجمعونها وتشوفون المأساة اللي كانت فيها ريبيكا وكيف ديامانتي قاعد يتشمت اكثر واكثر، توصل لنا حقائق اكثر واكثر. لكن خلونا من ديامانتي، ايضا في شيء كنت ابيهم يلمحون عليه هو محاولة سابو لانقاذ ريبيكا في الحلبة، كنت ابيهم يركزون عليها اكثر. لكن انهم انتقلوا فينا الى شيء مهم جدا، زورو مع بيكا، وكالعادة يرفع وينزل يرفع وينزل، وهذا يقص هذا يطلع هذا يقص. الرسم مشهد تشوفه قمة الجمال ومشهد تشوفه قمة السوء، لكن كل هذا تقدر تتغاضى عنه. ليش؟ لأنك قاعد تطالع زورو، قاعد أشوف زورو يقاتل بيكا، وفي محاولات زورو اليائسة للهروب من بيكا سأل سؤال اللي نقدر نقول سؤال بقيمة مليون دولار، 1 مليون دولار question. من هذا؟ شين هي قوته؟ وكيف أقدر أتعامل معاه؟ مما يعني زورو فعلا بدأ يمل من اللي قاعد يصير ويبي يتخذ موقف حاسم. هذه بداية أي معركة كون تمهيد وتمطيط، شرح للقوى الموجودة، ومن ثم التحليل، ومن بعدها الصدام. وأنا الحين أعتقد أننا بندخل في مرحلة الصدام بين زورو وبيكا. شنو راح يكون نتيجة المعركة هذه؟ كم تأخذ الصدام ما بينهم؟ ما أدري، لكن أخيراً مرحلة الصدام راح تبدأ. وانتقل المشهد أيضاً إلى هيتاي سان لما أنقذوه الأقزام من قبضة لاو جي. هيتاي سان مشفق على الأقزام، لكن خطورة الموقف يا هيتاي سان تجبرهم يسوون كذا، لازم ينقذونك منه، لازم يوصلونك إلى كيهوتي، لأنهم في اعتقادهم أنك أنت الشخص الوحيد القادر على كيهوتي، فلازم الأقزام يضحون بنفسهم عشان أنت توصل يا هيتاي سان. وهذا اللي سووه الأقزام فعلا، واللي شفناه أنقذوا هيتاي سان من قبضة لاو جي ومتوجهين فيه الى فلامينغو، لانهم قالوا كلمة خطيرة، ما يهمنا فلامينغو يتخلى عن العرش يعود عن العرش، لابد من القضاء عليه، طالما ان عنده فرصة للعودة سيعود ويعيد الجحيم هذا كله. وهذا تفكير، مع انهم موصوفين بانهم حمقى وتفكيرهم بسيط، لكن هذه نظرة ثاقبة، اقضي عليه، لا تترك له فرصة يعود ولا يرجع مرة ثانية ويسوي الدمار هذا كله. لكن هنا انا ابي اوقف واسأل السؤال الثاني. احنا تعودنا على اود انه ما يقتل شخصيات خطيرة، خاصة من القواصين السابقين في ون بيس. هنا اذا ترك اود فلامينغو راح يرجع حسب ما قالوه الاقزام، طبعا حوار الاقزام من اللي كاتبه اودا نفسه. هل اودا راح يقتل فلامينغو في الحدث هذا؟ هل راح نشوف اول عدو للوفي يموت في الحدث هذا؟ ام ان فلامينغو حيكون عنده الفرصة للهرب والنجاة من جديد؟ كل هذا قاعد يدور في راسي وهم متوجهين بهيتاي سان الى فلامينغو، الى ان خرج غلاديوس. الاسامي في دوسوزا صراحة اسامي رنانة، رامبو هذا اللي من الاقزام، غلاديوس، بيكا، ديامانتي، كيهوتي، البطل كيروس. تطور في نمط الاسامي في ون بيس بشكل غير طبيعي، خاصة في الحدث هذا. والرسم حق غلاديوس صراحة رسم رهيب، عجبني، تحمست له، مع انه من الاعداء لكني تحمست له. وصراحة قدرته انه يفجر جسمه ويفجر اي شيء يمسكه برضه قدرة خيالية. وفعلا مسك الاقزام وفجر يدينا فيهم. هل ماتوا؟ اغمى عليهم؟ ما ادري ولا فكرت. قدر هيتاي سان يطبق المخطط اللي كان مقصود من هجومهم وشتت غلاديوس وهرب، لكن سرعة قفز غلاديوس ورا هيتاي سان خيالية. هل هو فجر قدرة في نفسه بحيث انه يقفز، بحيث انه فجر شيء في رجوله
ومن اثر الانفجار زادت سرعه قفزه وامساكه بهالتايسان، او لان فعلا الدمى بطيئه في الحركه. هذا كله انا ما ادري عنه اي شيء حاليا، كثير منكم بيسالني عنه، انا اقول لكم والله لحد الحين انا ما ادري. لكن لما امسك بهالتايسان قلت خلاص راحت عليك يا هالتايسان، كيف راح تنجو؟ كيف راح تنجو يا هالتايسان؟ واشوف غير سكندو جاي ومنقذ هالتايسان ومطير غلاديوس لوفي، وقف شعر راسي، مع انه ما في شعر بس يلا وقف شعر يدي، مو طبيعي. جاء لوفي وانقذ هالتايسان، قلت يا الله القتال راح يبدا، القتال راح يبدا. لكن المشهد هذا انا وين شفته من قبل؟ في الاغنيه الاستديو الحقير كان جايب المشهد هذا بالضبط، لكن كان لوفي ماسك فايوليت وهالتايسان ويهرب من بيكا، ما كان يهرب من غلاديوس. على العموم هرب فيهم وتم شرح اشياء كثيرة. فلوفي متوجه بهالتايسان اللي هو كيروس المقاتل الاسطوري وفايوليت الى فلامينغو، ووصل لوفي الى فلامينغو. شفنا بيبي فايف موجودة وشفنا العائلة موجودة كلها، أولاو مقيد وفلامينغو يحاول يستجوبه. لما قال له أنا توقعت أن الهدف تدمير سمايلي، لكن أشوفكم بديتوا تحوشون شوغر وناوين تسوون أشياء ثانية، شنو مخططكم بالضبط؟ لا مستحيل يجاوبك يا فلامينغو، لأن لو فعلا ما يدري، فعلا فعلا لو ما يدري ايش قاعد يصير الحين يا فلامينغو. لوفي وطاقمه صعب التوقع بمخططاتهم. هنا لوفي متحمس للتدخل وانا مثله مولع، لان قالوا اكثر كلمه واكثر نكته مضحكه في الحدث هذا، انه راح يطبقون اس او بي، وان اوسلاند والطاقم موجودين. قاعد تضحك اي اس او بي واي اوسلاند، ورجعوا بي مره ثانيه على مشهد صراحه حطمني، اكتئبت وانا اشوف الاقزام قاعدين يقتلون بعض دون رغبتهم. انا نفسي مشفق عليهم ان ما عندهم قوه خارقه لمواجهه البشر اللي يضطهدونهم، وهذا شكل من اشكال الاضطهاد قاعد يطبق عليهم واحد حقير من التين ريوبي سابقا، وما ادري ايش قصته. وقرصان حاليا قاعد يضطهدهم وعائلته قلبتهم على بعض ووضعهم سيء. لكن تدرون شنو اكثر شيء اشفقت عليه؟ انهم واضعين امالهم على شخص اسوأ من هذا. طبعا كثير منكم بيقول لي لا تنتقد يسبوا، انا عارف انه ممكن قدام يسوي شيء قوي، ممكن مع قوة المسلسل يظهر، لكن انا اتكلم عن الحدث الحالي، انا اتكلم عن المشهد، انا اعلق لكم عن المشهد الحالي انا قاعد اشوفه. مأساة مأساة، الاقزام قاعدين يضربون بعض ويتعذبون، قاعدين يستذبحون ناس لا حول لهم ولا قوة. وهذا التعليق اللي قاله يسبوا فعلا، انهم مجرد حمقى لا حول لهم ولا قوة. وهنا اخيرا تحركت روبن، لكن قبل لا نتكلم عن تحرك روبن في مشهد مهم لازم اعلق عليه، خلونا نشوف. وكالعادة خلونا نشوف، معناه خلونا ننتقل، مش اني بعرض لكم المشهد انا اسف. هو لما لوفي انقذ فايوليت وهتاي سان من غلاديوس وهرب فيهم، تلاقى غلاديوس اخيرا مع كيهوتي اللي هو كايمون، واجابوا على سؤال انا سالته من قبل. وزي ما قلت لكم الحدث هذا مما يميز انه يجاوب على اسئلتنا، ايش راح يصير موقف عائله كيهوتي لما يقابلون كايمون وهو متنكر بشكل كيهوتي. وضح ان الشكل مش متقن 100%، واضح انه مو فاهم شيء. هل راح يبلع غلاديوس الطعم ولا لا؟ هذا شيء راح يجاوب عليه الحدث نفسه. انا ما اعتقد ان غلاديوس راح يبلع الطعم، لكن زي ما قلت لكم الحدث نفسه هو اللي راح يجاوب السؤال هذا، فلا نستعجل في اجابته. الحين نرجع مره ثانيه الى المأساة اللي قاعده تصير في عمليه اس او بي. تدخلت روبن ومسكت شوغر وثبتت ايضا تريبل. انا هنا استغربت لما ثبتها تريبل، انا كنت اظن تريبل لوجيا وان جسمه يتحول الى ماده لزجه، لكن يبدو ان مادتها اللزجه من النوع ثقيل جدا بحيث روبن قدرت تزرع يدينها فيه وتمسكه وتثبته. وايضا لما مسكت شوغر قلت اوكي في حلول، طبعا الحل موجود من زمان لو نيسب واخذ الحبه هذه وقنصها في فم شوغر كان انتهينا. لكن
روبن على الأقل لقت الحل وثبتت شوغر، لكن اللي ما توقعته إن شوغر تقدر تأثر على روبن بلمسها لفاكهة روبن اللي هي فلاور هذه أو إنها زعت يدينها. شوغر لما لمست روبن حولتها إلى دمية، وهنا أنا انفجعت. هنا تحقق شيء أنا قلته في الحلقة اللي فاتت وكثير منكم قال لا، لما قلت أن الجبن اللي قاعد يسويه يسب الخوف راح يضع الطاقم في خطر. لما قلنا راح يضع الطاقم في خطر مو معناها أن واحد بيموت ولا شيء، لا، روبن كانت واثقة أن الطاقم هذا هو الطاقم اللي تقدر تستند عليه. المفروض أنه مش روبن اللي تتقدم، المفروض أنه يسبه اللي يتقدم. مأساة، مأساة روبن أنها ما لقت شخص تتكل عليه في حياتها ولقت الطاقم هذا. صحيح أنه يسب وحرق العلم لما جاءوا ينقذونها، لكن أنا قاعد أشوفه الحين أنه خذلها. وجهة نظري أنه خذلها. أنا أبي أتناقش معاكم في الحلقة هذه عن الحدث هذا ككل. من قبل شفنا حركة تانجي لما خد مع فيولت وخافن عليها وقال بسحب على الطاقم وبلحق أحلامي. هذه خيانة ترى للطاقم. اللي قاعد يصير إن الطاقم قاعدين يسوون خيانات في علم القواصنة وعلم البحارة، والبحر اللي انت سويتوه هذا تعتبر خيانة. ترك أحد النكمة يواجه الخطر لوحده مع وجودك وإمكانية مساعدته، هذه خيانة. أيضا إنك تتخلى عن طاقم سافرت معاهم، شربت معاهم السكي، تعرضت للخطر معاهم عشان تتبع حلم سخيف مو بحلمك حتى، تعتبر خيانة. تبون دليل على هالشيء؟ جنبي كان من مصلحته ومصلحة جزيرته أنه ينضم لطاقم لوفي، لكن قال كلمة خطيرة للملك أن التحالف الذي يقوم على شرب السكي لا يمكن قطعه بالكلام، لازم يحب نفسه يواجه البيج مام. سانجي هاب مع فيولت، هاب مع فيولت، مهما كان السبب سانجي هاب مع فيولت. يسب عرض أحد أفراد الطاقم للخطر، لكن شفتوا اللي أنا قاعد أسوي؟ شفتوا اللي قاعد يصير فيني؟ هذا روعة المسلسل، ينقلك من قمة الحماس إلى قمة الكوميديا إلى قمة الحزن، قمة اليأس، قمة الغضب. مسلسل خطير. أنا الحين مو قاعد أنتقد أودا، مو قاعد أنتقد الاستديو، مو قاعد أنتقد المسلسل، قاعد أنتقد واحد من الطاقم. تدون إيش معناها؟ إن كاتب خطير مثل أودا خلاني أتفاعل بالطريقة هذه، خلاني أعيش مع أفراد الطاقم مع أنهم مرسومين، خلاني أعيش وياهم. شيء مو هو طبيعي المسلسل هذا. أنا ما ألوم عشاقه، ما ألومهم صراحة. المسلسل هذا عشقه خيالي، مهما حاول الاستوديو يمطط ويخرب في الرسم ويسوي ويحط فلوات، ومهما حاولت الشخصيات تستغبي وتسوي، مع ذلك نعيش المسلسل هذا بكل تفاصيله. صار جزء من حياتنا، صار دباتهم نستخدمها. طبعا لما أقول دبات للناس اللي مش بالاستوديو أقصد نكتهم طرفاتهم نستخدمها. صراحة مسلسل غير طبيعي. أنا أعرف شخص ناس معينين وشخص وشخصيات لحد الحين سوين حركة فانكي، ياو شيء مو طبيعي. في ناس تتكلم مثل زوف، في ناس تتصرف مثل لوفي، في ناس معجبة بشخصية نامي الطماعة. مسلسل خطير. فلما أنا أتكلم لكم عن اللي قاعد يصير الحين في دوسواز، أنا مو بنتقد المسلسل ولا أنا أنتقد أودا، بالعكس أنا هنيهم اللي خلوني أتفاعل للدرجة هذه، خلوني أتحمس أغضب. خلوني أتكلم الحين كأني شخصية داخل المسلسل. اللي سواه سنجي ويسب خيانة خطيرة للطاقة، لابد من مبرر ولابد من اعتذار. صراحة لما أجي إلى رجال الطاقم، زورو لما يدق بسيفه وقال لن أسمح ليسبوا بالعودة للطاقم لأن نتخلى عنه في وقت حرج، هذا موقف رجولي في الطاقم. روبن لما وقفت قالت راح أنقذ الأقزام، صحيح أنهم حمقى لا حول لهم ولا قوة لكني معجبة فيهم راح أساعدهم. تشوبر لما ساعد الأطفال في بنك هازارد، نامي لما ساعدت تشوبر، فرانكي لما أشفق على الأقزام، هذا طاقم صراحة، هذا طاقم يسب راح يصير له شيء قدام. أنا واثق بعد هالحدث، داخل هالحدث، قدام راح نشوف شيء بس اللي سواه يسبه لابد أن يعاقب عليه. أنا أتكلم بكود القواصين وكود البحارة، يسبه لابد أن يعاقب. مرتين خذل رفاقه، مرتين خذل رفاقه، سنجي لابد أن يعاقب مهما كان السبب. خيانتها للطاقم هذه لابد العقاب عليها، مو معناه يعاقب انه يطرد يقتل، لا، بس لابد من العقاب. انا اتكلم في علم القراصنة وعلم البحارة طبعا، لكن الحين قاعد اتساءل، المصيبة اللي قاعدة تصير للأقزام، روبن افقدوها، نامي سانجي ما ندري شو صاير عليهم الحين، لوفي الحين عنده فيولت وعنده تايسان ومختفي عند فلامينغو في وضع خطير، كايمون الحين موجود مع غلاديوس.
من هو اللي ممكن يتدخل الحين وينقذ الأقزام؟ ما أدري، هلا نشوف شيء الحين اللي يسبه بيسوي يسبه شيء أخيرا. أتمنى 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 أن يكفر عن أخطائه ويسوي شيء، أتمنى صراحة. لكن الحلقة هذه أنا أبي أشيد فيها بشغلة معينة. صحيح أن شفنا منها سوء فراسة في بعض المشاهد، لكن من ناحية الأغلب ومجمل الحلقة فهي جميلة. أعلمهم أعتذر منكم أن الانطباع كان طويل. لا تنسون السبسكرايب والشير واللايك، وانتظروني إن شاء الله لما ينتهي الحدث هذا راح أعلق لكم على تفاصيله زي ما شفته، راح أعلقكم على تفاصيله كاملة. انتظروني يوم الخميس في الحلقة الخاصة ونشوفكم.